لما تسببت هذه السيارة في عرقلة حركة المرور بمنطقة بروكلين في مدينة نيويورك الأمريكية؟ هل هي مركونة في وسط الطريق؟ لا، فهي تقف على جانب الشارع، ولكن المثير في الأمر هي لوحتها التي كتب عليها كلمة حماس، فكثيرون يريدون إلقاء نظرة عليها. يعتقد أنها إشارة إلى حركة حماس الفلسطينية والتي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية. لوحة السيارة يبدو أنها قسمت أهالي هذا الحي إلى قسمين. هذه السيارة لا علاقة لها مع الإرهاب، إنها مجرد لوحة ترخيص. أنا لست مرتاحا لوجودها على الإطلاق، ولكن يجب علي العيش هنا، ليس لدي خيار آخر. البعض ينظر للأمر على أنه لا يتعدى كونه حرية تعبير، لكن سلطة ترخيص المركبات طالبت مالك السيارة بإزالة اللوحة. ورغم إصدار لوحات السيارة بشكل رسمي، إلا أن كثيرين وصفوها بأنها إساءة واضحة، لأنها تشير إلى مجموعة مصنفة على قائمة الكيانات المحددة من قبل الولايات المتحدة كمنظمات إرهابية. لقد حاولنا التحدث إلى مالكها، لكن المقيمين داخل المنزل رفضوا التعليق. أما هذه المرأة الفلسطينية فتعرف صاحب السيارة وتقول إن الهدف مجرد إشارة للتضامن من أجل فلسطين. لا توجد أي تهديدات ولم يحدث أي شيء، إنها مجرد لوحة ترخيص ولن تفعل شيئا لأمريكا. ورغم إرسال لوحات جديدة إلى المالك، لكنه لم يستبدل حتى الآن سوى اللوحة.